نحن هون بنشارك دمنا بين المغاربة واللبنانيين، وأنا دمي من الأساس مشارك بين لبناني ومغربي، مشان أمي من أصول لبنانية وبي من أصول مغربية، وأنا عم شجع كل المغاربة أو كل اللاجئين هون بالمغرب شو ما كان جنسيتهم يروحوا يتبرعوا بالدمهم، مشان هيك فيهم يساعدوا كتير ناس، مشان المغرب محتاج للدم بهاي الفترة، خصوصا مع الناس خايفين من المرض، بس لازم يروحوا يتبرعوا، وإن شاء الله إنه سلامة الكل ما حدا يعيز الدم، بس روح تبرعوا إن شاء الله. هاي مبادرة كتير حلوة ونبيلة، وأكيد إنه ما فينا إلا نشكر سعادة السفير على هيك مبادرة، ما شاء الله عليه دايما بده يساعد، وإنه بيجمع اللبنانيين لحتى يكونوا أكتر عطاء، إنه بيرجعوا للبلد اللي استقبلهم حتى لو شوية دم. إنه بنتشكر سعادة السفير، وهي مبادرة كتير حلوة ونبيلة. وإحنا اليوم جينا نلبي الدعوة ديال السفير اللبناني للتبرع في الدم، خاصة إنه إحنا نوطد العلاقة مع الإخوة في المغرب، الإخوة المغاربة ديالنا، وهذه البلد الثاني، وإحنا كتير فرحانين بهذا الشيء. الأجواء كتير مزيانة والحمد لله، والمغرب زوين بكل شيء. والله يجينا ندعموا يعني الإخوان، نعتبروا حالنا مغاربة أيضا، لبناني مزداد بالمغرب، ولبينا النداء للسفارة باش نعطوا التبرع ديالنا بالدم، وأي شيء الحمد لله نتبرعوا به من أجل الشعب المغربي. مشكورين يعني على الدولة القائمة بجميع الأعمال يعني، والسفارة أيضا نشكروها، وأي شيء نحن الشعب اللبناني والمغربي. والله إلا مبادرة جيدة، يعني مبادرة جيدة، لأن الشعب المغربي سبق هو الأول لمساندة الشعب اللبناني في المحنة ديالو اللي مر فيها، في الانفجار اللي مر في المرفأ، ونحن يعني أبسط يعني ما قدمنا حتى 1% للشعب المغربي، ولكن اللي جات تبرع يعني مشتاقين نبينوا واحد يعني 1 ولا 2% الشعب المغربي عندنا نحن كان معاهم ومساندينهم. اليوم المركز في دال الخصاص اللي كيعيشوا في منتوج ديال الدم، خاصة مع انتشار فيروس واستمرار انتشار جائحة فيروس كورونا، قام بالتنسيق مع سفارة لبنان باش ينظموا حملة ديال التبرع بالدم اللي شاركوا فيها أفراد الجالية اللبنانية. الحمد لله الحملة تمت في احترام الشروط والتدابير الاحترازية. من هذا المنبر كندعي المغاربة أنهم يلبيوا نداء المخزن على غرار إخوانهم اللبنانيين. أنا وقيلا كنديباسيو لي 40 دابا، الحمد لله، وغادي يعاون أنه يرفع من مخزون الدم.